اليوم الكويت سجلت موقف جديد تجاه الإنسانية وموقف جديد تجاه شقائنا في العراق يعني يكون هناك استقرار، ومتى ما تحقق الاستقرار في المنطقة بالتأكيد هو استقرار محلي. كلمة سيدي حضرة صاحب السمو اليوم في تخصيص مبلغ كقروض تنموية من خلال ضوابط وأدوات الصندوق الكويتي للتنمية بهدف تمويل المشاريع التنموية، وهي من باب القروض التنموية. أما المليار وهو كان مليار دولار، أما المليار الدولار الآخر فهو على سبيل الاستثمار، وبالتالي البحث عن فرص استثمارية تحقق عائد استثماري على رأس المال المستثمر، وبالتالي يتم استحقاق مبلغ المستثمر بأرباحه، ويضاف إلى ذلك بأن يكون هذا الاستثمار هو استثمار يعود بالنفع على الاقتصاد البلدين.